سدود كانت مع نهاية أفريل تراوح 29%، الحمد لله الآن ارتفعت حتى وصلت 37%، بهذا بفضل الأمطار اللي تساقطت في شهري ماي وجوان، لكن في خاصة في الجهة الشرقية من الوطن. إنجاز 6 محطات أخرى بسعة 300,000 متر مكعب في اليوم في ولايات أخرى في الغرب وفي الشرق وفي الوسط. هذه المحطات إلى استلزم الأمر أن نزيد نروح نديروا محطات أخرى نديروها. هذه المحطات من المفروض كانت تنطلق في أفاق 2025، لكن توجيهات السيد رئيس الجمهورية واضحة، التعميم مباشرة. الآن تقدمنا الطلبات من أجل تقديم الانطلاق في إنجاز هذه 6 محطات.